دي اللجنة العليا لمتابعة استراتيجية تصميم وتصنيع الإلكترونيات، بتشمل رجال الصناعة وخبرائها، بتشمل منظمة عمل مدني اللي هي جمعية اتصال، بتشمل شركات تعمل في تصنيع وتصميم الإلكترونيات زي ما شفنا بعض ممثلي للشركات المحلية وبعض ممثلي الشركات العالمية لمتابعة تنفيذ الخطط التي تم الاتفاق عليها حتى يمكن الوصول بزيادة النهاردة حجم هذه الصناعة من 15 مليار جنيه إلى 80 مليار جنيه في الخمس سنوات القادمة. اتفقنا على مجموعة محاور تنفيذية حتى يمكن إن شاء الله تلبية يعني هذه متطلبات هذه الخطة الطموحة، بداية من إن احنا وضع الآليات والبرامج لإن شاء الله المؤتمر الاقتصادي القادم في مارس، بحيث يتم عرض يعني مشروعين عملاقين. المشروع الأول وهو خاص بتصنيع وتصميم العدادات الذكية الخاصة بالكهرباء، والمشروع الثاني خاص بتصنيع الكمبيوتر اللوحي أو التابلتس، لأن نعلم أن في مصر في احتياج لحوالي 30 مليون عداد كهرباء يعني ذكي في الفترة القادمة، حتى يعود هذا بالنفع على المواطن من ترشيد استهلاكه، من تنظيم استهلاكه والمجتمع، حتى يمكن يعني النهاردة تخفيض هذا العبء الهائل على ميزانية الدولة، وبالتالي يتم استخدام الكهرباء بطريقة يعني ترشد الانفاق. وفي نفس الوقت التابلت زي ما نعلم ان في برضو ما لا يقل عن 30 مليون تابلت محتاجينهم، سواء بالنسبة للمدارس او الجامعات او لموظف الحكومة او لبعض، طبعا يزيد هذا العدد بالافراد المجتمع اللي بدأوا يعتمدوا على الموبايل وعلى التابلتس في اداء اعمالهم وفي الحصول على الخدمات المطلوبة، وبالذات مع تفعيل الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي. كما ان مصر هي طبعا تعتبر المركز الرئيسي لتصدير طبعا الالكترونيات لافريقيا، وبالتالي دي كلها محاور مهمة جدا ازاي نحن نهتم بيها. المحور الاخر وهو إزاي نحن ننشئ المجمع التكنولوجي للابتكار بما يخص التصنيع وتصميم الإلكترونيات في القرية التكنولوجية في المعادي اللي تم الإعلان عنه، وبالتالي هنبدأ ناخد خطوات تنفيذية في إنشاء هذا المجمع اللي بيحتوي على مركز للنانو تكنولوجي، وبيحتوي على أماكن تجمع فيها الشركات العاملة في تصميم وتصنيع الإلكترونيات، سواء هذه الشركات محلية أو شركات عالمية، حتى يمكن تبادل الخبرات ويكون مجتمع متكامل ومتماثل في القرية التكنولوجية في المعادي. من ضمن الأشياء برضو اللي احنا اتكلمنا عليها وخدنا خطوات فيها ازاي نحن نتيح بعض التكنولوجيات الحديثة التي لا تقوى الشركات الصغيرة المبتكرة على تحمل تكاليفها، ازاي نقدر نساعدهم كهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات التابعة للوزارة في إتاحة هذه الوسائل الحديثة للشركات التي تعمل في هذه الصناعة، حتى يمكن زيادة تصدير خدماتهم إلى أمريكا وأوروبا وآسيا. وتم أخذ وهذه الخطوة والاتفاق عليها. تم برضو الاتفاق على بالتطور التكنولوجي الرهيب والتكامل ما بين تصميم وتصنيع الإلكترونيات مع التكنولوجيات الخاصة بإتاحة الخدمات للمواطنين، هيتم إن شاء الله عرض مشروعين تفصيليين يعني يبقى لهم تأثير مجتمعي كبير جدا وتأثير قطاعي في قطاعات الزراعة أو قطاعات الري أو الكهرباء، إزاي إن احنا نطوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حل المشاكل المزمنة التي تواجه هذه القطاع. هناك آليات مختلفة حتى نضمن ان احنا يعني نضمن ان هذه الصناعة تم. اولها الكفاءات، واحنا الحمد لله في مصر نملك من شبابنا وطاقتهم الابداعية عندما يتوفر لهم البيئة الصالحة والتدريب الاحترافي، نستطيع ان نقول ان احنا بدأنا خطوات فعلية في الاهتمام بهذا العنصر وتوفير كل وسائل العصر الحديث للتعلم، وبالتالي هذا العنصر من أهم العناصر اللي احنا نهتم بها. العنصر الثاني وهو مرتبط بإيجاد المعامل المتقدمة وما يطلق عليها النانو تكنولوجي أو الكلين رومز أو الغرف النظيفة، إن يبقى لازم تكون متوفرة حتى إن الشباب يلاقي النهاردة هذه المعامل وهذه البيئة المناسبة إن يترجموا أفكارهم وإبداعاتهم إلى مشاريع تستطيع أنها تعود بالنفع المجتمع.
واحنا بدأنا زي ما قلنا النهاردة في بعض هذه الغرف النظيفة، في موجود في الجامعة الأمريكية، موجود في جامعة زويل. النهاردة بننشئ برضو يعني غرفة، لأن الغرفة النظيفة في المجمع التكنولوجي في المعادي، وإن شاء الله واخدين خطوات كبلد في الاهتمام بهذه البيئة المهمة جدا للوصول بالابتكارات لما نتمناه، وبالتالي هذا عنصر مهم. العنصر الثالث وهو وجود البيئة المحفزة من القوانين ومن اللوائح التي تساعد على الإبداع، وبالتالي احنا برضو بنعمل في هذا يعني في هذا الإطار حتى نتيح لشبابنا وإبداعاتهم والاهتمام بالحقوق الملكية الفكرية والإبداع الفكري، إزاي نحمي هذه الابتكارات بقوانيننا ولوائحنا، وبالتالي ده برضو مهم جدا. النشر الجغرافي، إن احنا لا نقتصر بس على القاهرة، ولكن هناك أفكار إبداعية كثيرة جدا لشبابنا في جميع محافظات مصر، وبالتالي النهاردة الاهتمام يبقى موجود في اسكندرية، موجود في أسيوط، موجود في الصعيد، موجود في الدلتا، إزاي نحن ننشر هذه الثقافة، وبالتالي الاهتمام بنشر المراكز التكنولوجية اللي موجودة، وأعلننا أنها هيبقى فيه 7 قرى تكنولوجية إن شاء الله في الفترة القادمة. فدي كلها عوامل تستطيع من خلالها أن احنا نبرز هذه الصناعة، وفي النهاية نحقق أفضل مردود وعائد من هذه الصناعة إن شاء الله.